طيب اوكي string first name string last name هن ال private members وعندنا كل ال functions بالكلاس اوكي person type هذا ال implementation file تبعه اوكي بعمل include للهيدر فايل وبعرفهم البرنت بتطبع لي first و last set بتعمل لي set get first name بترد first name get last name بترد last name والconstructor بياخد اثنين string وبيحطهم بالattributes هيدا base class هلا base class عطول ايه لأحكيكم هون بالهيدر هلا بدي لكم اياها عطول بقلب الهيدر فايل بنحط هيدي شرحتها يمكن قبل برجع بعيدة او اسمه pre-processor directives هاي عم تقول انه اذا البيرسون تايب دوت هيدر هيك المكتبه big h underscore person type is not defined so if not defined h person type define it ليه بكتبها هاي لانه لحتى to prevent multiple inclusion هون بالبارت تايم امبلوي انا مثلا بدي اعمل include للبيرسون تايب دوت h اوكي هالبيرسون تايب دوت اتش بده يعمل انكلود لهيدا الهيدر صح صح عاد بس كمان بالبيرسون تايب الامبلمنتيشن تبعه عامل انكلود كمان للهيدر فايل تبع البيرسون تايب سو البيرسون تايب هيدر بالامبلمنتيشن تبعه عامل انكلود اذا بدي اجي بمين انا مثلا هلا هون مستعمل بس الامبلوي تبع بارت تايم امبلوي بس افترضوا انا بمين عم بستعمل اوبجكتس من بيرسون تايب So, لما بستعمل objects من person type بده يشتغل هذا الimplementation file لأن الconstructor بده يشتغل So, رح يعمل include للheader رح يعمل له definition رجعت جيت بدي حط object من ال part-time employee من تاني class So, لما من تاني class عم بخلق object كمان رح يروح بده يعمل include لهذا الheader file تبع person type لما بده يعمل له include برجع يعمل له definition عن جديد So, بصير عامل له definition مرتين بيعطي error كرمال هيك انا بحط هون شو انه اذا not defined define it بس اذا نعمل له definition قبل يعني نعمل له link قبل نعمل له include قبل خلص اقطع عليه وما تعمل له definition مرة تاني سو هيدي فكرة بس هاو دي السطرين براس الهيدر فايل تبع اي كلاس كمان بالبارت تايم امبلويي بعمل لهم بكتبهم يعني مثل ما بقولوا اصحة السلامة مع انه هون هيدا البارت تايم امبلويي يمكن انا ما اعمل له انكلود مرتين لانه المره الوحيده راح استعمله بارت تايم امبلوي هي بالامبلمنتيشن فايل تبعه اوكي بعمل له انكلود بالامبلمنتيشن فايل تبعه بس it's a standard way it's a healthy way to do things so I use this if not defined then define it اوكي واضحه وهيدي حكينا فيها قبل نحن طيب لا حتى كمان البارت تايب امبلوي هي بعمل له مرتين انكلود عم بعمل له انكلود بالمين وعم بعمل له انكلود بالامبلمنتيشن فايل تبعه سو مضطر احطها لهيدي والا بده يطلع عندي ايرور بالكومبايل هلا هذا البارت تايم امبلوي سوري حدا عم يحكي كنت معلق الصوره كنت معلق الصوره part type employee عم يعمل inheritance لل person type public inheritance نفس الشيء so public inheritance حكينا عنه مرة الماضية عنده functions the print إذا بتشوفوا بال person type عنده print so هون شو عم يعمل له هيدا ال employee عم يعمل له override how the functions خاصين فيه ما فيهم مشكل والconstructor تبعه اللي بياخد شو بده ياخد الconstructor تبعه بده ياخد الفيرست واللاست تبع الperson type لأنه مضطر ياخدهم كparameters لحتى يعمل لهم set وبياخد الparameters تبع الvariables تبعه اللي هني هون اسمهم pay rate و hours work لأنه هذا employee موظف قدي أجره بالساعة وكم ساعة اشتغل اوكي so الconstructor تبع derived class constructor تبع derived class اللي عم يعمل inheritance بده يكون في parameters اذا كان هو parameterized constructor اذا كان parameterized constructor بده يكون في parameters تبع ال variables اللي عمل لهم inheritance والparameters تبع ال variables تبعه
اكيد البارامترز تبع الفاريبل اللي عملوا انهيرتنس رح يعطيهم لمين للكونستراكتور تبع البيز كلاس اللي هو بيعمل له سيت مثل ما شفنا المره الماضيه. سو اذا بنشوف هون بالامبلمنتيشن البرنت تبع البارت تايم امبلوي اللي هي اوفررايد البرنت تبع البيرسون تايب رح تعيط لها رح تستعملها، ومشان هيك بس بدي استعملها البرنت مضطر حط اي كلاس، مضطر حط هيدي لانه في اثنين برنت نفس منا اوفر لود، هيدي اوفر رايد، سو نفس الاسم ونفس البارامتر ومضطر حط الكلاس نيم. وبعدين زياده عن هاي الهون بتشتغل البرنت تبع البيرسون تايب اللي هي بتطبع لي شو، بتطبع لي الفيرست نيم واللاست نيم. دكتور عندي الشاشه مش عم تتحرك. ايه دكتور عندي كمان. طيب خليني اشوف يلا. مش الحال مش الحال ايه هلا سو اللي عم قوله بالكونستراكتور تبعه للبارت تايب امبلوي بدي اقطع بارامترز ليعمل سيت للفاريبلز تبع البيز كلاس لهودي. اكيد مش هو الكونستراكتور رح يعمل لهم سيت، هو رح يبعثهم للكونستراكتور تبع البيز كلاس مثل ما شفنا مرة الماضي. سو مثل ما حكينا هون بالامبلمنتيشن البرنت تبعه لهيدا البارت تايب امبلوي هيدي اوفررايد، سو بالبادي تبع عم تستعمل البرنت للبيز كلاس اللي هي بتطبع لي فيرست نيم ولاست نيم، وبتطبع لي كمان زياده الويجز اللي هي بتعيط لفانكشن اسمها كالكوليت باي. هالفانكشن هي موجوده هون اللي هي بتحسب لي قد ايه السالير تبعه اللي هو اجر الساعه ضرب عدد الساعات، وهودي اثنيناتهم هن فاريبلز من البارت تايم امبلوي. سو مشان هيك هيدي الفانكشن بتقدر تستعملهم لانه هن اثنيناتهم تابعين بقلب البارت تايم امبلوي، الكالكوليت ريت هون والباي ريت والاورز ورك هون. السيت ما فيها شيء. سو كمان اذا بتشوفوا السيت هون مثلا سيت بقلب هيدا معرفه بقلب هيدا الامبلوي معرف السيت تاخذ فيرست ولاست وريت واورز. الفيرست واللاست هون اكزامبل بس لتشوفوها كيف الفيرست واللاست هي السيت ما فيها تحطهم بقلب فيرست نيم ولاست نيم. برجع بقول لكم صحيح الفيرست نيم واللاست نيم هن انهيرتد من البيرسون تايب، هن انهيرتد منه البيرسون تايب، بس بما انه برايفت هن بقلب البيرسون تايب سو الممبرز تبع البارت تايم امبلوي ما فيهم يعملوا لهم اكسس، ونيملي هاي السيت نيم ريت اورز هاي ما فيها تعمل لهم اكسس. سو هون طب هالفيرست واللاست كيف بدي احطهم الفيرست نيم واللاست نيم؟ بدي اقطع بشي بابليك عنده للبيرسون تايب، بدي اقطع بشي بابليك هون وحده منهم هي السيت نيم تبعه. سو كمان هون السيت نيم مثل ما قلت لكم المره الماضيه في استعمل اسم الكلاس في ما استعمل اسم الكلاس، اذا عملت هيك ما في مشكل. ليه؟ لانه ما في غيرها معروفه رح يروح دغري هو يفتش عليها هون بالبيرسون تايب دوت اتش، او في يحط اسم الكلاس وسكوب ريزوليوشن اوبريتور وببعث له اول اثنين بارامترز وهيدي السيت نيم تبع هيدا الكلاس هي بتحط لي فيرست بفيرست نيم ولاست بلاست نيم، وبعمل سيت لباي ريت واورز ورك الى اخره. الكونستراكتور تبعه للديرايفد كلاس بياخذ اربع بارامترز
بقطع اول اثنين للكونستراكتور تبع البيز كلاس، لانه هذا الكونستراكتور تبع البيز كلاس هو اللي راح يخلق، هو اللي راح يقدر يعمل اكسس على الفيرست نيم واللاست نيم ويحط لي فيهم فيرست ولاست. هو عمليا يقدر يخلقهم لهالفيرست نيم واللاست نيم كونستراكتور، والكونستراكتور تبع هذا بيخلق البي ريت والاورز وركت وبيعمل لهم سيت لريت واورز. سو هذا كله اشي حكيناه المره الماضيه. وهون كل شيء عملناه بالمين، خلقنا object من part-time employee، قطعنا له first name, last name, pay rate و hours لحاله. هيدا الconstructor، هيدا الobject رح يعيط للparameterized constructor، لأنه هون مقطع له أربع parameters. أول اثنين بيبعتهم للparameterized constructor تبع person type، بحط first name و last name John و Smith بالparameters تبع person type، وبحط pay rate و hours بقلب ال variables دي هون اللي هن pay rate و hours work. واخر شيء عم بعيط لبرنت، اي برنت هيدي بما انه عم بستعمل object من part time employee، سو بتشتغل البرنت تبع part time employee مش تبع person type، لانه عندي اثنين برنت. شو بشتغل البرنت تبع part time employee اللي هي شو بتعمل؟ اللي هي بتعيط للبرنت تبع person type، هياها اللي بتطبع لي first name last name، وبترجع بتطبع لي انه الويجز هن بالدولار calculate pay. سو تعيط لcalculate pay اللي بتحسب لي pay rate works hours worked return، بترد اليوم بتطلع. سو هون بالمية رح يطلع عندي see out John Smith مثل هون هيك space Smith. بعدين رح يرجع يطلع عندي على نفس السطر، لانه ما في new line، ما في شيء، ما في end line. wages are in dollars، pay rate times hours work، يعني هاي ضرب هاي بيطلع جواب. اوكي دكتور. نعم. في كتير تعيد تعورت الهدر الـ if and define. ايه عطول بكل كلاس منحط بالهدر تبعه هايدي. هايدي شو عم تقول؟ عم تقول اذا الهدر فايل تبع person type منه defined، if not defined عمل له define. ليه منحطها؟ منحطها in order to لحتى ما يصير عندنا شيء اسمه multiple inclusion. اوكي شو multiple inclusion؟ مثلا انا بيجي بتطلع بهال part time employee، اوكي انا اكيد هون بمين عملت include، اجا بده يعمل compile، عملت include ل part time employee، سو بده يعمل له link، راح ل part time employee عم يعمل له link، سو لقى انه بده يعمل include ل person type dot h، سو بده يعمل link لهيدا. اوكي هيدا منه defined، بعده منه معمل له لينك، منه معرف بال... يعني الكومبايلر ما قطع عليه، بيعمل له ديفاين وبيقطع عليه. كتير منيح. افترضوا هون انا بدي اجي استعمل فانكشن منه لهيدا بيرسون تايب. سو هالفانكشن الديفينيشن تبعه وين هون بالامبلمنتيشن؟ طب بالامبلمنتيشن عم اقول له كمان انكلود بيرسون تايب دوت اتش، سو بدي ارجع اعمل له انكلود مره تانية. اذا ما في هيدي الديفينيشن بده يصير عندي ايرور، لانه هو اوريدي عمل له انكلود، لانه هل 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 هالهيدر فايل تبع البيرسون تايب دوت اتش معمل له انكلود هون ومعمل له انكلود هون، سو معمل له انكلود بمحلين. لما بده يجي الكومبايلر يقطع على، لما بده يقطع على هيدا رح يعمل له انكلود، ورجع يقطع على هيدا رح يعمل له انكلود مره ثانيه، سو بصير في ايرور. سو مشان هيك هون بنحط له، اذا عملت له انكلود مره اذا صار ديفاين خلص ما بقى تعمل، بس اذا نقاد ديفاين عمل له ديفاين. سو هيدي بنحطها على طول بالراس كل الهيدر فايل تبع الكلاسز. مثلا هذا بارت تايم امبلوي بقول له اف نوت ديفايند هيدر فايل بارت تايم امبلوي، ديفاين هيدر فايل بارت تايم امبلوي. اوكي اذا ما كان بقى، اذا اول مره عم تقطع عليه اعمل له ديفاين، اذا لا خلاص ما تعمل له ديفينيشن مره ثانيه، لانه هو اوريدي الكومبايلر قطع عليه. اوكي نحن شفنا ما بيستعملها بس للانهيرتنس. نعم دكتور هدي ما بيستعملها بس للانهيرتنس، بيستعملها للكومبوزيشن كمان وين ما كان، وين ما كان ما بتخسرك شيء هيدي، يعني حطها ما بتخسر شيء، حتى لو ما حتى لو مش هتشتغل. اوكي ايه بس اوكي بس هي هدفها هيك، اذا في شيء فايل هيدر فايل معرف بمحلين، معمل له انكلود بمحلين، عم تستعملهم بنفس البروغرام هالمحلين، سو مضطرة تحطهم. دكتور طب احنا كيف حطيناها باول فايل؟ ما
كناش بقى عم نكل ولا الفايل كيف بده يصير عندنا دبل امبلمنتيشن دبل انكلوجن؟ ايه انت مش هون عم تصير دبل انكلوجن، هون عم تصير، هون عم تعمل له انكلود بس هي مش مبينه عندي بعدنا على السلايدز. هون عم تعمل له انكلود هون عم تشوف هلا؟ ايه شايفك شايفها هون عم تعمل له انكلود وهون عم تعمل له انكلود لنفس الهيدر فايل، عم تعمل له انكلود مرتين. والكومبايلر بس بده يجي يقطع على كل هود الفايلات، اول ما بده يقرا هذا البارت تايم امبلوي بده يروح يعمل له انكلود، وبس بده يشتغل على الفانكشنز تبعه للكلاس بده يجي على السي بي بي فايل على الامبلمنتيشن فايل يشوفه كمان رح يعمل له انكلود للهيدر فايل مره تانية. ايه فهمنا عليك دكتور، بس از بيرسون تايب دوت اتش اول فايل ايه كنا كاتبين نحن في كمان الريد اف ديفاين. ما هيدا عم اقول لك ايه، بس ما هيدا كيف تعمل له ديفينيشن؟ اذا عملت له انكلود بتعمل له ديفينيشن، هو بيقطعش عليه اول شيء، مش بالدار بيقطع لاين، هو بيشوف والله هون شو عامل انكلود، عامل انكلود لبارت تايم امبلوي، بارت تايم امبلوي عمل له انكلود لهيدا، راح عليه عمل له انكلود، بس رجع بده يعرف الامبلمنتيشن فايلز لقى انكلود مره ثانيه. أوكي. مش انه ببلش بهذا اول شيء هو خلاص ماشي بيرجع له، لا كل ما يقرا فايل في انكلود هيدا بده يرجع له، بده يروح له له يشوفه اذا انكلودد ولا لا. كيف بيشوفه؟ بهذا السطرين. اوكي تمام. نحن عندنا كلاس استعملناه هو باللايبرري تبع سي بلس بلس بالستاندرد لايبرري تبع سي بلس بلس اللي هو الانبوت اوتبوت ستريم. هذا الانبوت اوتبوت ستريم هو باي ديفينيشن بيز كلاس وفي بقلبه تو انهيرتنس. هون عم بعطيكم اكزامبل على كلاس استعملناه وموجود وات يوزز انهيرتنس بالسي بلس بلس لايبرري اللي هو الانبوت اوتبوت ستريم. الانبوت اوتبوت ستريم هذا الاي او اس از ذا بيز كلاس فور اول ستريم كلاسز. كل شيء في ستريم بقلب السي بلس بلس هذا هو البيز كلاس، بيتفرع منه اثنين ديرايفد يعني بيعملوا له انهيرتنس. كل شيء موجود في هذا الاي او اس رح يكون موجود بالاي ستريم ورح يكون موجود بالاو ستريم. سو هاو دي اثنين كلاسز ديفرنت انهيرتس الاي او ستريم، يعني هاو دي تشايلدز منه للاي او ستريم. هو بيز كلاس هاو دي اثنين ديرايفد، الانبوت ستريم والاوتبوت ستريم. سو اثنيناتهم بياخذوا نفس البروبرتيز تبع الاي او اس وكل واحد عنده شغله زياده خاصه فيه. هيدا اكيد للانبوت ليقرا وهيدا للاوتبوت تو برنت على سكرين. كمان من الاي ستريم عند الاي اف ستريم ديرايفد اللي هو تبع الفايل الانبوت فايل ستريم، هيدا اللي بيقرا من فايل. فهيدا اللي بيقرا من فايل عامل انهيرتنس للانبوت ستريم. مشان هيك قلت لكم انا كل شيء بستعمله على السي ان رح اقدر استعمله على الانبوت فايل، صح؟ ليه؟ لانه انهيرتس وكل الفانكشنز اللي بالاي ستريم بيستعملوا الانبوت فايل وعنده اشياء زياده خاصه في هذا الانبوت فايل. وكمان الاو اف ستريم هو ديرايفد من ال او ستريم. سو كمان كل شيء سي اوت بتستعملهم مع الاكستراكشن مع الانسرشن اوبريتور، هيدا الكلاسز الاوبجكتس من هيدا الاوتبوت فايل ستريم يقدر يستعملون هن ذاتهم. مثل اي اوت فايل، اي فايل بدي اكتب عليه بيقدر يستعمله نفس الشيء مثل ما بيستعمل السي اوت. اوكي سو ذس از جاست ان اكزامبل اون انهيرتنس يوزد ان سي بلس بلس لايبرري. اوكي رح احط عليهم بسرعه، هاو بنعرفهم اصلا حكينا عنهم يعني بروتكتد ممبرز. هلا بروتكتد ممبرز، طيب شو المشكله بالانهيرتنس؟ لاحظتوا في مشكله؟ يعني مش مشكله انه في شغله بتصعب لنا حياتنا. طيب اول شيء انا بدي بالبيز كلاس هون هيدا اكيد بدي الفاريبلز تبعه يكونوا برايفت، سو هو لحاله هالكلاس من برا ما بدي حدا يعمل لهم اكسس. طيب عال، بس اذا عملتهم برايفت لما بدي اعمل لهم انهيرتنس صار حتى هذا اللي عم يورثهم اللي هو طبيعيا لازم يعمل لهم اكسس، ما هو عم يورثهم لازم يعمل لهم اكسس، مش رح يقدر يعمل لهم اكسس لانه برايفت. مزبوط، مقتنعين بهالفكره؟ مقتنعين انه انا هون ما في اهرب من البرايفت بالبيز كلاس، ما في اهرب من البرايفت بالبيز كلاس؟ ليه؟ لانه بده يكون برايفت، لا له ممنوع ببروجرام اجي استعملهم دغري.
بس لما عم بعمل لهم انهيرتنس هيدا الانهيرتد ما عم يقدر يضقرهم، يعني الفانكشنز تبع الانهيرتد ما عم يقدروا يعملوا اكسي عليهم لانه هن برايفت لإله. بس منطقيا انا لسهل على حياتي الشغل، ما هيدا الانهيرتد انا عم بعطيه اياهم لهودي الفاريبلز، لازم لوجيكلي يقدر يعمل اكسي عليهم، لازم الفانكشنز تبعه يقدروا يغيروهم. بس لا يقدروا يغيروهم، عم تقلي بك تحط لي هون بابليك، ما في مجال الا ما تحطها بابليك، وبابليك خربت لي الدنيا بالنسبه للبيزك كلاس لانه بطل عندي انكابسوليشن، صار مشرع على الكلاس. سو مشان هيك بنلاقي حل وسط اللي هي البروتكتد. سو البروتكتد فكرتها ولا ابسط من هيك، ولا شرحتها يعني اللي فهم علي لازم يكون فهمها. سو البروتكتد بيعمل لي الشغلتين مع بعض بالنسبه للبيز كلاس مثله مثل البرايفت، يعني من براته لهالبيز كلاس بقلب البروجرام ما في اعمل اكسس عليهم لانه هني بروتكتد. بس بكتب كلمه بروتكتد هون بدل ما اكتب برايفت، يعني بروتكت. اوكي سو بروتكتد بالنسبه للبيز كلاس بعده محافظ لي على الانكابسوليشن، ليه؟ لانه فروم اوتسايد اي كانت اكسس. وبالنسبه للانهيرتنس بس اعمل له انهيرتنس انا للبروتكتد، بطل مخبى عليه للديرايفت كلاس، وصاروا هودي الفانكشنز برنت وكالكوليت باي والكونستراكتور ذي كان اكسس دايركتلي هاو. ليه؟ لانه منن برايفت، هن بروتكتد. سو بروتكتد ات جيفز مي تو ثينجز ات ذا سيم تايم، ات جيفز مي ذا برايفت بارت فور ذا بيزك كلاس ويتش كونسيرفز انكابسوليشن، اند ات جيفز مي ذا دايركت اكسس اوف ذا انهيريتد كلاس اون ذيس فاريبلز، اون ذيس بروتكتد فاريبلز. سو انا هاو بدي اياهم يكونوا برايفت لكل شيء برا، بس مش للديرايفد. الديرايفد عم بعطيه اياهم، عم اقول له خذ انهيرت صورتهم انت. سو بدي كمان الديرايفد الفانكشنز تبعه يقدروا يعملوا اكسس عليهم مثل الفانكشنز تبع البيرسون تايب يقدروا يعملوا اكسس عليهم. بس كمان بنفس الوقت بدي من برا بالبروجرام هون ما اقدر فوت عليهم. سو بعمل لهم بروتكتد. سو بروتكتد حمايتهم بالنسبه للبيز كلاس، وقلت له للانهيرتد انت تعا اخذتهم وردتهم وفيك تستعملهم، يو كان اكسس ذم جوا، يعني الفانكشنز تبعك فيهم يعملوا اكسس عليهم. واضحه فكره البروتكتد؟ واضحه فكره. دكتور هم بس سؤال. نعم يعني البروتكتد بس الديرايفد كلاس الكونستراكتور اللي له فضية البطارية بريحة.
مهدي وين مش معانا بالميتنج مهدي
عم تسمعوني؟ يا سامعين. يلا سوري صار يمكن مص كهرباء عندي او شيء. يلا طيب، لكن كنت عم قلكم عن البروتكتد ممبرز اوف ذا كلاس. واضح شو البروتكتد ممبرز اوف ذا كلاس؟ مين عنده سؤال؟ مين عنده سؤال عن 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 what's the importance of protected member and how it solved the problem of بين انه بدي يكون يضلوا private بالنسبة للبيز كلاس، وبين لما اعمله inheritance يصير derived class يقدروا الفانكشنز تبعه يقدروا يعملوا access عليهم دغري. طيب يعني هون بس نعمل protected inheritance؟ لا لا، بعد ما حكيت ب inheritance، أنا حكيت ب protected members. بعد inheritance مش بتصيرتها بس نعمل inheritance. بالنسبة للderived class فينا نستعملهم بقلب الfunctions الderived class، ما فينا نستعملهم برا بالنسبة للderived class، صح؟ صح، يعني بالمين هون، بالمين هون بعدهم هودي الممبرز هن برايفت لهيدا، بعدهم برايفت لهيدا. يعني بصير البروتكتد ممبرز هن برايفت بالنسبة للدرايفت كلاس كمان؟ بالنسبة للدرايفت كلاس من برا قصدك؟ ايه، انه يعني مثل ما هن برايفت بالنسبة للبيس كلاس بصيروا كمان برايفت للدرايفت كلاس. حسب الانهارتنس، حسب الانهارتنس، هلا بحكي عنه. اوكي، حسب الانهارتنس. بس مبدئيا ايه يعني keep pure plus pure، يعني اذا هون protected مستحيل يصيروا لهيدا public شو ما كانت الانهيرتنس. يعني رح احكي عنه، رح يعني دخلتيني على 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 المضمون الثاني تبع تبع اللكتشر. سو هلا شو صار عندنا؟ صار عندنا بالبيز كلاس ثلاث انواع لممبرز، اللي هن فين يكونوا public، فين يكونوا private، فين يكونوا protected. عاد والانهيرتنس عندي ثلاث أنواع، يعني صار في derived class يعمل inherit للبيز class ثلاث أنواع، public و protected و private. سو عندي تسع حالات بكل بساطة. سو شو بيصير بال public members إذا كانت private inheritance، بال protected members إذا كانت public inheritance، وبال private members اللي هون إذا كانت public inheritance. ونفس الشيء شو بيصير بال public private protected تبع البيز class إذا عملت protected inheritance، وكمان شو بيصير بين بالpublic protected private تبع البيز كلاس اذا بعمل private inheritance. خليني بلش بالprivate members. اذا الممبر private، هيدي اسهل شيء. اذا الممبر private ما بضيع، يعني هن كلهم ما بضيعوا اصلا، بس هيدي اوضح شيء. اذا الممبر private شو ما كان نوع الinheritance، public ولا protected ولا private، شو ما كان نوع على الinheritance هون، مجرد ما هني برايفت للبيز كلاس بضلهم برايفت للبيز كلاس. يعني اذا هون برايفت خلص ممنوع حدا يضقرن من برا، ان شاء الله كان بالديرايفت ولا بالمين، هني برايفت لقلو. سو بس هودي الفانكشنز اللي بقلبوا فيهم يعملوا اكسس عليهم. هاي وحده البرايفت سهله ما بدها شيء. تاني شيء اذا كان عندي بروتكتد، بروتكتد اوكي بروتكت، اتفقنا انه البروتكتد بالنسبه للبيز كلاس هن مثل البرايفت. سو هودي بالنسبه له لهذا الكلاس من برا بالمين ما في يفوت عليهم لانه هن برايفت له. بس بالنسبه للديرايفت كلاس اللي عمل لهم انهيرتنس، بالنسبه للديرايفت كلاس اللي عمل لهم انهيرتنس، شو ما كانت نوع الانهيرتنس، شو ما كانت بابليك ولا برايفت ولا بروتكتد، الفانكشنز تبعه للديرايفت بيقدروا يعملوا اكسس عليهم. اوكي هاي وحده. سو إذا كانوا protected وعملت لهم inheritance، شو ما كان نوع الinheritance، شو ما كان نوع الinheritance، رح يصيروا هن بالنسبة للfunctions تبع هيدا derived class accessible، بيقدر يعمل access عليهم. اللي بيفرق بنوع الinheritance هو من برا. بس كمان هون بما أنه هن protected، سو إذا عملت لهم public inheritance، إذا عملت لهم public inheritance بيصيروا كأنهم protected هون. يعني بالنسبة للفانكشنز اللي جوا في استعملهم، بس بالنسبة للي برا صاروا مثل برايفت. واضحة؟ إذا كان بروتكتد وعملت لهم public inheritance مثل كأنه صاروا protected members منه. protected members منه يعني هاو فيهم يدقروهم من برا
بالميل ما في اقدره. اذا عملت لهم بروتكتد انهيرتنس نفس الشيء، اذا هن بروتكتد وعملت لهم بروتكتد بيصيروا بروتكتد منه، واذا هن بروتكتد وعملت لهم برايفت انهيرتنس بيصيروا برايفت بقلبه لهيدا. سو بكونوا بروتكتد بالنسبه للبراني بس برايفت بالنسبه للجواني. كمان بعضهم الفانكشنز فيهم يعملوا لهم اكسس. اوكي تالت حاله البابليك ممبرز اللي هون. البابليك ممبرز اللي هون شو ما كان نوع الانهيرتنس رح يكونوا اكسسبل باي ذا ممبرز. هاي بنعرفها من لكتشر الماضي. سو البابليك ممبرز بالبيز كلاس شو ما كان نوع الانهيرتنس هن اكسسبل فور ذا ممبرز اوف ذا ديرايفد كلاس. اللي بيفرق ستاتوس تبعهم، اذا عملت لها بابليك انهيرتنس بيجوا بيركبوا هون اس بابليك ممبرز. شو يعني بابليك؟ بكون هن بابليك هون، عملت لهم بابليك انهيرتنس صاروا بابليك هون، يعني صار في اسعيط لهم من برا. إذا هن public وجيت عملت لهم protected inheritance بصيروا protected هون. بالنسبة لهيدا الكلاس accessible من برا، بس بالنسبة لهيدا الكلاس بطلوا accessible من برا لأنه هن صاروا protected فيه. بس أكيد كله بقلب بعضه بعضه accessible. يعني جواته للderived class all members of the derived class can access these inherited members of the base class لأنه هن public بالbase class. The inheritance is protected, so their status inside the derived class is protected. But internally, they are accessible. If they were public members and I have a private inheritance, then they will be a private inside the derived class, but also they are accessible inside. So zero private as variables, they are private from the outside view. Okay. Any questions? أنا هون الـ public member بالـ protected والـ private نفس الشيء؟ رجعي سؤالي. الـ protected و هنقول بالـ public member بالـ base class لو عملنا protected inheritance أو private inheritance نفس الشيء؟ لا بالنسبة مش إذا عملتي protected inheritance بصيروا protected members، إذا عملتي private inheritance بصيروا private members. هلا بالنسبه لشيء برا ايه نفس الشيء لانه راح يصيروا هن برايفت، بس اذا هيدا رجعت عملتي له انهيرتنس بيفرق اذا كانوا بروتكتد ولا برايفت. يعني قصدك اذا البارت تايم امبلوي عملته كانه بيس كلاس؟ صح، ما في، ما انا هيدا في يرجع واحد تاني يجي يعمل له انهيرتنس له اللي هو مثلا فول تايم امبلوي. شو بعرف الفول تايم امبلوي يمكن عنده كل شيء عنده اياه بارت تايم امبلوي واشياء زياده مثل الضمانات والاستراحه المرضيه والى اخره والى اخره. إذا كلهم الفانكشنز تاعو الديرايف فيه استعملون وبرا ما فيهم استعملون كمان إنه لو أنا مش عملنا إنهارتنس مزبوط قلتلك إيه مزبوط إذا بترجع بتعمل إنهارتنس مزبوط. يعني protected members كل types of inheritance نفس الشيء بقلب الديرايف سات؟ لا لا، الpublic والprotected inheritance بيخلوهن protected والprivate بتعملها private. يعني عطول انت بتاخذي الاقوى بين التايب تبع الفاريبل والانهيرتنس بيطلع له ستاتوس الاقوى. يعني اذا بابليك مع بروتكتد بيطلع بروتكتد، بابليك مع برايفت بيطلع برايفت، بروتكتد مع برايفت بيطلع برايفت. برايفت الطريقه اللي بتعملهم بالنسبه للثلاثه بيكونوا نفس الشيء؟ الطريقه اللي بتستعمليهم بالنسبه للثلاثه تايبس اوف انهيرتنس ايه شو الطريقه اللي بتستعمليهم تقصدي؟ يعني إنه بقلب الـ derived class الـ functions فيهم يستعملوهن وبرا، يعني برا الـ derived class بيكونوا ما فينا نستعملهم. صح صح، إذا كانوا protected members. مظبوط. أوكي عال كتير منيح. سو هيدا اللي شرحته أنا موجودين هون على ثلاث سلايدات. So the public inheritance شو بتعمل بالpublic وبالprotected وبالprivate. The protected inheritance شو بتعمل بالpublic وبالprotected وبالprivate. والprivate inheritance شو بتعمل بالpublic بالprotected وبالprivate. Okay. مثل ما حكيت مرة الماضي ال object oriented design أو ال object oriented programming هي based على ثلاث concepts. أول concept هو encapsulation اللي هو private public. تاني كونسبت هو الانهيرتنس اللي عم نحكي عنه. تالت كونسبت هو البوليمورفيزم اللي بنحكي عنه بشابيتر بعدين، هو the ability to use the same expression to denote different operations. So
مثل الاوفررايد بس بعد اقوى من الاوفررايد كمان. الاوفررايد هي واحدة من البوليمورفيزم والاوفرلود هي واحدة من البوليمورفيزم، بس في بعد اسبيكتس اقوى اللي هن الفيرتشوال فانكشنز نحكي عنهم بعدين والفيرتشوال كلاسز. هاو ده حكيناهم بالديفينيشن مش رح ارجع عليهم. اوكي every object internal external بنعرفهم اصلا. I should update them the slides. Let me go to an example. So really here it's just telling you if you have a text, how do you find the class and how do you find the functions. We already practiced this. يعني بالtext is a nouns in the classes will verbs in the operations or functions على object. You can skip those. ما فيهم شيء. So let's take this example. So the example is the following. It shows the concepts of inheritance and composition. So mid-semester, الجامعة, registrar office grade reports, طلع العلامات. عنا هالcondition, some of the students enrolled have not yet paid their tuition. في ناس بعدها مش دافع القسطة. إذا كان دافع القسط بيطلع له العلامات مع المعدل، وإذا مش دافع القسط العلامات ما بيطلعوا. أوكي وبيطلع له إنه ما طلعوش العلامات لأنه مش دافع القسط. أوكي so data file هون عم نقرأ من قلب file. So ندخل classes مع file ما في مشكل. بيكون في the student name, student ID إذا مدفوع القسط ولا لا، وعدد الكورسز، وبعدين كل كورس اسمه رقمه قديه الكريدت قديه الويت تبعه يعني كوفيسيون تبعه والعلامة، وهيك ورا بعض. كل تلميذ هذا الفايل، كل تلميذ في اسمه الاي دي تبعه اذا دافع ولا لا، عدد الكورسز بنلستوا الكورسز مع ارقامهم مع الكوفيسيونات مع العلامات. اكيد لما عم تقرا اذا هيدي الاستويشن بيد كانت فولس ما بطبعهم هودي، ما بقراهم. اذا كانت ترو بقراهم وبطبعهم. اوكي واول لاين هو number of students enrolled والtuition rate per credit hour. سو هذه كم تلميذ في الصف وقدي حق الكريدي. اوكي مش هون الفكره يعني. والاوتبوت هيها بيطلع الاسم الاي دي عدد الكورسز والعلامات الكريدي والعلامات الكورس النيم الكريدي والعلامات مثل ما قلنا. والتوتال كريدتس بنجمعهم والافرج. الافرج اكيد بينحسب حسب الاي والبي والكمان it's not the idea. The idea is the following. طيب هون اذا انا بدي اجي اعمل ديزاين لهيدا السولوشن. اوكي لهذا السولوشن واضح عندي شغلتين وهيدي مثلا بقصب بيونيفرسيتي اكزامبل it should be clear. So I have two entities. I have the student entity and I have the courses entity. So I really need two classes. Okay, I really need two classes, two separate classes. في عندي inheritance هون. هذا أول سؤال بتسألوا حالكم. في عندي inheritance؟ لا. أكيد لا. أكيد لا. ما في شيء عم يورق شيء من شيء تاني. الستودنت ما قالوا عليه قبل الكورس. والفايلز إني accessories يعني الفايلز إني input. يعني الفايلز ما ضيعوكم. الفايلز إني just input. بدل ما اقول سي ان بدي اقول ان فايل وروح اقرا من الفايل. سو الفايل ما بيغير شيء بالكونسبت تبع البروبلم تبع الديزاين. وبرينتنج على الفايل كمان بدل ما اقول سي اوت راح اقول اوت فايل. اكيد في سنتكس معين لاشتغل مع الفايل. سو الفايلز ما له علاقه بشيء بس ككونسبت ديزاين مبين ما في انهيرتنس. اوكي سو مبين ما في انهيرتنس. طيب عاد في في aggregation في composition. هلا students has courses مش عم بسمع بين بعضهم. لا بس اذا في على كلاس ثالث وحطهم للثاني هلا في composition دكتور. ايه هلا students عندهم courses صح so هون مثل ما قال فينا نعملها بالطريقتين. so it's a designer. So it's a design. بس في composition. فيك تقول student
has courses أو a course has students. وبالمالتين بتزبط. بس في أكيد في composition في aggregation. Okay. So هون it's a design issue. ما في واحد يجي يقول في وحدة أحسن من وحدة. So it depends on your design. واضح الفكرة؟ واضح بس مظبوط اتس في هاز فيها الجواب الاساسي انه في هاز اي ريليشن شيب اي في هاز اي ريليشن شيب 100% ذير از اي هاز اي ريليشن شيب اوكي سو هون الديزاين اللي معمول الكورس مش حاطين فيه ستودنتس سو حاطين ستودنتس بالبوم كورسز اوكي ايهم سو حاطين ان اري اوف كورسز لكل ستودنت وهيدي هي الاجريجيشن هيدي هي ال هلا هون عاملين انهيرتنس بس انا اتس نوت ان انهيرتنس اتس نوت ان انهيرتنس اتس نوت هون الكلمه غلط كلمه غلط منا انهيرتنس هاي منا انهيرتنس هاي اجريجيشن اوكي الكلمه غلط ها هون اذا عم تشوفوها الكلمه غلط كلنا متفقين وكلنا مقتنعين انه ما في انهيرتنس سوري هاي الانهيرتنس بين بيرسون تايب وستودنت تايب ايه ايه مش الكورسز هون هاي انهيرنس من بيرسون تايب وستودنت تايب بس ما لها علاقه يعني نحن عم نعتبر انه عم نبلش من ستودنت تايب سو هون البروبلم عم يعتبر هو انه نبلش من كلاس بيرسون تايب البيرسون تايب بيعمل انهيرت للستودنت تايب هيدي بنعرفها ما بدها شيء اوكي والستودنت تايب بيعمل اجريجيشن مع الكورسز ليه لانه بقلبه حاطط شو ان اري اوف كلاسز اوف كورس تايب مقتنعين واضحين لكم هالريليشن شيبس سو انا مثل قلت لكم اتس ا ديزاين ايشو يعني في حدا تاني بكره يطلع لي ديزاين انا بدي احط كورسز وبقلبه ليست اوف ستودنتس كثير منيح اوكي شو اوكي دكتور اوكي انا الاكسرسيس مش هشرحه الكود موجود عندكم راح اعطيكم اياه سهل يعني يعني كيف how to do it اصلا الاجريجيشن تعرفوها يعني بالامتحان اجى شيء شبيه كان في اري لكلاس بقلب كلاس ثاني اوكي وقصه الانهيرتنس هون هيدي بسيطه هيدي بس لحتى بدي افرجوكم الاكزامبل يعني هي عمليه ما لها عازه كان فينا نبلش دغري من ستودنت تايب بس انه ليفرجوكم انه والله في كلاس بيرسون تايب وبعمل له انهيرت بالستودنت تايب سو عندي انهيرتنس بقلب الستودنت تايب عندي اجريجيشن مع الكورس تايب سو I'll skip the example والسولوشن موجودين عندكم يعني لهذا الاكزامبل فيكم تقروا الكود ستريت فورورد ما في اي افكار جديده طيب نروح للتشابتر اللي وراه دكتور تشابتر 6 هاي مرقت فكره الاوبجكت اورينتد بروجرامينج اوبجكت اورينتد ديزاين لهنا يعني نستعمل واحدة بقلب الثاني او هيك شو بالضبط لا 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 الاوبجكت اورينتد بروجرام اوبجكت اورينتد ديزاين نزاتهم يعني نفس يعني عم يعبروا عن نفس الموضوع اللي هو انه يور ذا سولوشن ات شود نوت بي يعني حكيتها باول كورس بالاول سنتين كان البروجرام تبعكم مركز حوالين الفانكشنز ايه اوكي عرفت اي فكره قصدك على فهمت عليك بس انه نفس الشيء تمام هون لا هون بتفكر بالاوبجكت والفانكشنز اللي بقلب الاوبجكت هون العلاقات بتفكر فيها بين الاوبجكتس مش بين الفانكشنز هذه هي فكرتها بس يعني الحكي اللي قطعته أنا الثلاثة أربع سلايدات لما يحكوا على الـ OOD والـ OOP هذه هي الفكرة so بالـ OOD والـ OOP the solution revolves around relationships between objects so you need to identify the objects بعدين بتحكي عن الفانكشن شو بيقدر يعملوا هالأوبجكتس بس كديزاين أول شيء بتشوف الأوبجكتس كيف مربوطين ببعض once you define this بعدين بتصير تعبي الفانكشنز بقلب كل أوبجكت كل أوبجكت شو بحق له يعمل But really, it is a relationship between objects. We use the three principles. Then encapsulation. So the members of the object, but you can't private to it. Or protected. هلا فهمنا. إنه protected كمان هي بتحافظ على encapsulation. بس the protected بتسهل لي حياتي بالinheritance. واضح؟ Okay. So إذا ما حدا قال لك choice تبعك بال variables تبع الobject. انت لتحافظ على مبدا الانكابسوليشن وتسهل حياتك بالانهيرتنس يعني بتخلي الفانكشنز تبع الديرايفد كلاس يعملوا اكسس عليهم تعملهم بروتكتد ما بتعملهم برايفت لانه اذا عملتهم برايفت الكود تبعك راح يصير اصعب ليه لانه الفانكشنز تبعه للديرايف اذا عزتهم يعملوا اكسس عليه ما راح يقدروا يعملوا بدهم يقطعوا بفانكشنز من البيز اوكي مش ضروري اصعب بس يو نيد تو تيك ذس انتو كونسيدريشن هيدا اول مبدا الانكابسول ثاني مبدا اللي هو الانهيرتنس يو كان ريوز ذا كلاس فيك ترجع تستعمله تا
تعمل له inheritance وريوز دي فانكشنز وعرفنا البرنسبلز تبعها. وثالث مبدا اللي هو البوليمورفيزم اللي بعد ما حكينا عنه. سو هيدا هو الاوبجكت اورينتد ديزاين بشكل عام. This is the concept. اوكي بس سؤال لو سمحت. تفضل. بحاله البروتكتد ممبرز بهالحال الكونستراكتور تعال الديرايفد كلاس في بقلب الكونستراكتور ما يعيط للكونستراكتور تعال البيزك كلاس مش هيك يقدر يعمل اكسس على البرايفت ممبرز على سوري على الممبرز في يعمل اكسس عليهم صح الا الكونستراكتور لان الكونستراكتور بدك تخلقه بدك تخلقهم للفاريبلز يعني مضطر احط دوتس يعني و صح الا الكونستراكتور لانه الكونستراكتور ما بتعمل له انهيرتنس حكيتها هيدي سو الكونستراكتور ما بتعمل له انهيرت سو الكونستراكتور للديرايفد كلاس ما بيقدر يخلقهم للفاريبلز تبعه للبيز كلاس عرفت كيف بده مضطر يعيط له الكونستراكتور للبيز كلاس الا بالكونستراكتور سو الكونستراكتور على طول بده يعيط للكونستراكتور اوكي شكرا اوكي نعم بس نعمل انهيرتنس في الهدر فايل للديرايفد كلاس ما بنعمل انكلود للبيز كلاس لا 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 بلا بلا بالديرايف تعمل انكلود للبيز بلا بلا الهدر فايل صح طب ليه ما عملنا هيك بالريكتانجل هون ما في بلا اكزامبل وين هو هي انكلود شاك قصدك انت مش هيدا الديرايفت كلاس عمل انكلود للهيدر فايل للبيز كلاس ولا قصدك بالمين لا قصدي لكن ليه ما عملنا هيك بالبوكس والريكتانجل اكزامبل بلا مضطره تعملي هيك كيف ما عملنا هيك ما عملنا انكلود بالبوكس للريكتانجل دوت اتش بالهيدر فايل لا حطينا دغري الكلاس للبوكس تايب you should include أكيد لا لأنه you should include ولا لا بالهدر فايل طولي بالك طب أنا إذا ما عملت include هون لا بالهدر فايل مش ضروري ما فكري فيها شو عم يستعمل هون من مش عم يستعمل شيء بالimplementation file ضرورية بس بالهدر بس بالهدر فايل لا it should include ما هون عم تقولي له عم بعمل inheritance للperson type عم بيعرف شو هو هيدا الperson type لا you should include هونيك لازم يكون في include لازم يكون في include in all cases I will test it كمان انت اذا عندك وقت test it حطيها على visual studio شوف اذا بيعطيكم compile error بس انا what I say is that you should include لانه هون this is not defined بقلبه اذا ما عمل له انكلود عرفتي كيف هي عليك دغري بس تكتب هون لك شو بحط لك حتى هذا definitions ب person type dot h سو بتصور ما اذا هي مش موجوده ما راح يقدر يعرف I guess you should try it انا I'll try and compile it you should try it okay okay ببوكس طيب بالإكزامبل مش موجود الانكلود مش موجود بالهيدر فايل طيب اوكي I'll try it and I'll let you know واذا حدا منكم جربها كمان يبعت على الجروب على التيمز يعني اوكي طيب اوكي سو بدي اعمل ريفيو عن البوينترز هذا تشابتر شو فيه بوينترز وكلاسز بيستعملوا بوينترز نحكي شوي عن الدستركتور لانه قلنا الدستركتور مهم لما بيكون عندي بوينترز ومرت الجاي بنحكي عن لست وفيرتشوال فانكشنز اوكي يعني عمليا اذا خلصنا هذا تشابتر انا اشوف انتم عم تقولوا لي تشابتر 9 مش اساسي يعني فينا اذا ما لحقنا فيه بيبقى عندنا هذا اساسي اوكي يعني نحن بعد عنا إذا عم تقولوا بخمستعش شباط معقول توقفوا رمزون 15 شباط أكثر ولا عامل أنا لا أكيد بعد
بحس مينيموم 15 أزار كرمال نحن نقعد 7 8 ويكس من بعد ما فتنا نحن فتنا للفاينلز اوكي اربعة مش مشكلة نحن معنا وقت يعني معنا وقت فينا 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 نعطي شوية بايثون بالاخر اذا ضل عندنا وقت منشوف طيب دكتور نعم بس كنا نعمل بالدستراكتور اذا كنا احنا عارفين array of objects عفوا array of class قبل ايه. جربنا شي يوم نعملها هيدا انا شفتها بالسوليوشن تعون دورات ايه نعملها فور لوب او كيف نعملهم فري لهم كلهم ايه هلا هون هلا بحكي بس احكي عن البوينترز بحكي اوكي ماشي طيب بوينترز ريفيو عن بوينترز هون الانترودكشن سو اوكي البوينترز بتعرفوه بس رح اعمل ريفيو يعني للناس اللي نسيت او شيء سو البوينتر فاريبل كونتينز ميموري ادرس معروفه سو الفاليو تبع البوينتر هي ميموري ادرس الديكلاريشن مثل السي نفس الشيء بنحط الداتا تايب ستار واسم البوينتر سو انت ستار بي هي بي بوينتس تو ان انتجر سو بي كونتينز ذا ادرس اوف ا ميموري لوكيشن اللي فيها موجود انتجر CH contains the address of a memory location where a character is stored. So these statements are equivalent syntactically. ما بيعطي error. بحط star مع ال P. بلزق مع ال int. بحطها بالنص. It does not matter. In this type of definition, only P is a pointer to an integer. And Q is an integer variable. So منشان هيك أنا بفضل لقلكن عطول star تلزقوها باسم ال variable. هيك ما عاد بتضيعوا. وتكتبوا هاي تستعملوا اول نوتيشن اذا حطيتوا هيك انت ستار بي كما كيو بتعرفوا انه هيدي بوينتر تو ان انتجر والكيو هي از ان انتجر مثل هون معقول تضيع يجوا لحدا البي والكيو هن بوينترز لا هي ستار وين ما حطيتوها تابع على الفاريبل بتكون سو بي از ا بوينتر كيو از ان انتجر فاريبل هيا تو افويد كونفيوجن افضل نعمل هيك واوضح اذا بدي اثنين بوينتر فاريبلز بكتب هيك اوكي طيب دغري مع البوينتر بيجي الاوبريتر اللي هو الامبرسند الاند سو الاند ريتيرنز ذا ادرس اوف ا فاريبل سو بما انه ريتيرنز ذا ادرس اوف ا فاريبل وبما انه ا بوينتر كونتينز ذا ادرس سو اي كان دو ذا اساينمنت اوف ا ادرس اوف ا فاريبل تو ا بوينتر عشرت يكون اوف ذا سيم تايب سو اف اكس از ان انتجر اف بي از ا بوينتر تو ان انتجر ذن بي كونتينز ان ادرس اوف ان انتجر فاريبل So P can contain the address of X, so this assignment is valid. So and returns the address of the memory location where X is stored. And it is of type integer, so I can store it in a pointer that contains an address to an integer variable. So I can store it in a pointer in a pointer of integer type, if you want. So that's X. And the value of P refers to the same memory location. صح. الX هي الميموري لوكيشن. الفاليو تبع الX هي الفاليو stored. بس الX refers to memory location. أنا إذا بشوف شو هي الX بروح على الميموري لوكيشن لشوفها. والcontent للP مش الP. الcontent للP refers to the same memory location. Okay. دي referencing operator يعني دغري بيعطيني بس استعمل دي referencing operator so بس اعمل star p it gives me the value where p points بكل بساطة so if x is 25 p is a pointer to an integer p contains the address of x so p points to x p points to the memory location where x is stored So star P gives me the value in this location where X is stored. So star P will be 25 if I print. Well, I can directly assign values to X using star P directly. So هون ببلش بين أهمية البوينترز إنه أنا ما ضروري أخلق الفاريبل. بخلق البوينتر بس إذا أخذت address ساعتها بقدر أقول where this pointer points The value would be 55. So I can assign value directly by using the dereferencing operator. هون بطلت بحاجة إلى X. Once P points to a memory location, then in order to store values in this memory location, بقول star P equals star P مش هي ال P هي محل ما points ال P. So بحط بمحل ما points ال P هيدا ال value.
Okay, so a declaration says add int star p. هاي هاي اللي كنت عم قوله هلا تحديدا. It allocates memory for p. بس بخلق لي memory إنه هاي دي p هي جاهزة لحط فيها memory لحتى تعمل point عليها. So int star p بتخلق لي memory لل p مش لل star p مش لل value that p will point to. It creates memory only for p. Okay. So the content of p points only to a memory location of type int. هاي اللي بنعرفها. So هول الثلاثة لهم معاني مختلفين. واضحة ال int p هي ال address of p. ال p هي ال content of p اللي هي ال address تبع integer variable إذا كانوا integer. وstar p هي ال memory location to which p is p points. Okay. And for star p to be valid, but that كون p عاملي point على شيء. لتكون عاملي point على شيء, it should be equal ampersand some integer variable. So now p points to this memory location. Now star p will be equal to this memory location. Okay. Alright. Pointers can be declared to classes and structs. So فيكون عندي pointer على class, فيكون عندي pointer على structure. So I can have a pointer to a class. Okay. So هون هاي دي structure. كل شيء بيتطبق على struct بيتطبق على class. So I can declare a variable of the structure. I can declare a pointer to a variable of the type student type. And again, I can assign the address of the variable of student type to the pointer to this variable. So this will be a pointer to the memory location where student, this student variable is stored. So, for example, if I want to access a member in this structure, if I want to access a member in this structure, شو بيجي بعمل؟ أنا مع البوينتر بدي استعمل point. في استعمل اسمه أكيد حدا يجي يقول لي student.gpa بتطلع هاي بس أنا بدي استعمل pointer. Student pointer هي points على student. كيف بوصل على الفاليوز تبع student؟ بعمل star student pointer. So star student pointer صارت هي الميموري لوكيشن. لأوصل على gpa بحط dot gpa. بس بدي اكتب هيك syntax. بحطها بين بارونتيز. ليه؟ لأنه dot operator عنده higher precedence than the dereferencing operator. So إذا حطيت هيك C++ أول شيء بيجي بيحسب لي student pointer dot gpa. بيطلع لي error. ليه؟ لأنه بيقول لي student pointer بحد ذاتها هي منا structure. هي pointer. So ما في شيء اسمه student pointer dot gpa. Okay. So إذا كتبت هيك راح يطلع error. ليه؟ لأنه dot عنده higher precedence عن dereferencing operator. So C++ will compute this expression first. بيجي بيقول لي student pointer gpa. ما student pointer it's not a struct. It is a pointer to a struct. So ما في شيء اسمه struct dot gpa. ما في شيء اسمه pointer dot gpa. بيطلع error. بينما هيك star student pointer صارت هيدي هي struct. اللي هي value pointed to by student pointer and dot gpa it will be the member of the struct. To simplify the accessing of class, كل شيء عم بحكي عن الكلاس هون بيطبق على كل شيء عم بحكي عن struct بيطبق على class. يعني فيكم تعتبروا انه من الاساس هيدا student type هو class مش struct class student type وهو دي private members. فكل شيء هون حكيته عن struct هو ذاته بيطبق على class. So to simplify the accessing of class struct components via a pointer, نستعمل هيدا arrow operator. So هيدا دغري بيسهل لي حياتي. إذا عندي pointer أنا على class أو pointer على struct, لأحصل على members تبعه على class أو struct, إذا كانوا accessible, إذا كانوا public, إذا كانوا private, ما في هيدا pointer من برا يجي يعمل access عليهم. على public members. كيف بيجي بعمل؟ أو عندي حلين، أو بعمل star pointer ليخدني لهون وبعمل dot، أو بعمل دغري pointer arrow. So pointer مع arrow بروح دغري على member. So هيك بصير في أعمل. بدل ما أقطع بstar pointer لأوصل على struct وأعمل dot gpa، ساعتها بقول pointer flash gpa. So دغري من pointer I can access the member directly. Okay. And this is called the member access operator arrow. The member access operator arrow. So from the pointer you can access the members of a struct or a class. Aki the public members.
Okay, so C++ does not automatically initialize variables. If I want to initialize a pointer, he عمل initialization to zero, he null pointer. يعني it does not point to anything. So two ways. Once I create the pointer, if I want to initialize it, all هاي the point does not point to anything. All p equal to null, all p equal to zero. Any questions? دكتور سؤال. شو الفرق بين by reference و pointers by address يعني؟ By address. And by address, you are sending the address of the variable. Check. The address of the variable. Pointer, I'm tibat the pointer. The value of the pointer, he is at the address of the variable. I'm tibat now yeah. But how unique, انت عم تاخد يعني انت الreference تبعك هو الvariable ومش عم تبعتها لا عم تبعتها الadress تبعها. The pointer, you are sending the variable اللي هي pointer مثل ما هي. The content of the pointer هي الادرس. So إذا بدك the end result is the same. So بس مش هون نجي بنقول إنه شو عازت البوينتر ولا مش عازت. عازت البوينتر really رح تكون بالديناميك allocation. رح نشوفها بعدين. بس أنت إذا سؤالك بس إنه passing by reference أو passing a pointer, the end result is the same. هني ذاته. يعني رح يطلع هون وهون نفس الشيء بيناتهم عم تبعت اذا بدك فاليو هي ذاتها بس اول مره عم تبعت فاريبل الادرس تبعها ثاني مره عم تبعت الفاليو تبع الفاريبل سو عم ببعت الفاليو تبع البوينتر هونيك عم ببعت الادرس تبع الفاريبل هن اثنيناتهم نفس الشيء اوكي شكرا هي. بس هيدي ما بتلغي اهميه البوينترز يعني ريلي بوينترز از نوت اباوت إنه والله sending by reference ولا لا it's about more than this it's about dynamic allocation and saving memory okay طيب so هون هذا السؤال محل what's the benefit of using pointers give me 2 minutes يلا خليكم معي okay doctor
اوكي طيب سو عم نقول واتس ذا بنفيت اوف يوزينج بوينترز. اوكي نحن قلنا طب اوكي انا لاستعمل بوينتر هلا شو بدي اعمل؟ بدي اجي اخلق فاريبل انتجر وبدي اخلق ميموري سبيس وبعدين اجي اقول الادرس تبع هالميموري سبيس حطه بقلب البوينتر تعال بقول هالبوينتر بوينتس على الميموري سبيس صرت بصير بستعمل البوينتر اذا بدي اعمل اكسس على الميموري سبيس بس هالطريقه ما قالوش عايز البوينتر اتس يوسلس ليه؟ لانه مجرد ما once I created the variable, once I reserved the memory space for integer, I can use the variable. So once I say int x, what's the use of saying بعدين int star p, p equals int x, and then using p? What's the use? It's useless in this way. Why? Because I have x already, so I can use x. I have already the value, the variable name, the memory address where the variable is stored, where the value is stored. هي x. So I can use it. Why do I need to use pointers? Okay. So using pointers really is not done in the way that we've seen before. It is for creating pointer during execution, for reserving memory during execution. And when I say int x, the compiler will go and reserve a memory. Where I say int a of 100, the compiler will go and reserve a static array of 100 integer, whether I'm using them or not in the program. Okay, with pointers, I will be using pointers in order to reserve memory once needed. Once I want to use this memory, I will reserve it during execution. So this is done using two operators, new and delete, two, reserve memory and two, free memory. In order to dereference memory. قلوا للفايل سيستم تبعي بعدين هيدا الميموري منا ريزيرفد. بعمل لها ديليت. I free the memory. So these are reserved words بمعنى ما في استعملهم لشيء ثاني. ما في يسمي variables new delete. So to allocate an integer, I will say new int. So new int تحجز لي memory لانتجر. ما إلا اسم هالميموري. عم تسمعوني؟ أريوف. إيه سامعين. Okay. So when I say new int, I'll be reserving a memory for an integer, but it does not have a name. Okay, it does not have a name. How do I access it? A new int, it reserves a memory for the integer and gives me the address of this memory. ساعتها هيدا الادرس هون بيجي بحطه بقلب pointer to an integer. So هون, when I do this, في يقول قبل int star p equals new int. So this will reserve a memory for an integer. الادرس تبع هالميموري محطوطة بقلب pointer p اللي هو points to an integer. وهون صار ال p له دور, ليه؟ لأنه هيدا الميموري ما إلها اسم. I cannot access it إلا عبر ال p. ساعتها star p it will access this memory. في أعمل نفس الشيء, I want to reserve a memory for an array of integers. Or array of variables, شو ما كان تعبوا. I'm taking the example of data type is an integer. So I can say new int of 10. Then I will reserve a memory for 10 integers. The address of this memory will be the address of the first element بالarray, أكيد. The address of the array will be returned لوين, and it should be stored in a pointer. شو؟ يعني pointer شو؟ هون شو بده يكون ال pointer اللي بده ياخذ ال address تبع هذا ال array of integers؟ نفس ال type. شو يعني؟ نفس ال type شو يعني؟ يعني بده يكون pointer to an array of integers؟ لا integer is an array of integers. انتجر لانه هو راح يرد الادرس تبع اول كومبوننت تبع اول element بالاري اللي هو ادرس تبع انتجر يعني. سو so اكيد اللي بياخذ هيدا new data type int x هو كمان pointer of type int. سو so int star p equals new this. هون مثلا p points to an integer. سو so p في ياخذ new int. سو so really now p will point to a memory ما بعرف شو اسمها
بس هي بتحوي انتجرز. كيف كيف بوصل لها هيدي؟ بعمل ستار بي. هلا اكيد هون منا انيشالايزد يعني هيدي الميموري. اوكي هون نفس الشيء new char 16 creates an array or reserves a memory for an array of 16 characters and what and returns this address to a pointer to a character. So q هي points to a character. Okay, and this is an example how to use them. P points pointer to an integer value name points to a character value, str points to a string value, p equals a new int. So now p is pointing to this memory. صارت p هون p حجزت memory للp بحد ذاتها. هون حجزت memory للvalue اللي بدها تعمل لها p point وعملت ال equal assign صارت ال p pointing على هيدا ال على هيدا الميموري. بعدين بيجي بحط بهيدا الميموري 28 بعمل star p equal 28. كمان نفس الشيء name اللي هي pointer to a character it points to five characters to a memory location في five characters. بدي عبي value ساعتها بستعمل ال pointer لقاله. إذا يا بدي أقول star name star name or بقول name مع ال مع ال dereferencing operator أو بعمل string copy. so string copy أنا كنت معود هون حط اسم ال اسم السترينج أو اسم الأري. في حط اسم البوينتر to the array. ما أصلاً أول variable بالأري اللي هي إذا array of char اسمه AA of zero it is nothing but a pointer to the first value in the array. So really هون I can put the pointer بstring copy and the pointer it puts John inside this memory of five characters reserved memory of five characters. similar to string. وكمان في عبي بعمل دي referencing عادي. بقول star string اللي هو الميموري اللي pointed by str بحط فيها sunny day. okay. so you see all of these examples on how to use pointers. one problem with pointers if I don't take it into consideration هو الميموري leak. ليه الميموري leak؟ ناخذ هذا example. P points to a memory location of type integer. Okay, خلقت ال P. خلقت ال pointer بعد بس ال memory بعد ما انحجزت. ال memory ل integer بتنحجز بالnew int. هون ما حجزت memory لل integer value. هون حجزت memory لل pointer. So ال pointer اللي هو بده يكون في بقلبه ال address تبع ال integer value هيدا اللي حجزته. بس ما حجزتش بعد memory. I didn't reserve a memory to store the integer value. So when I say new int, I will reserve this memory. When I assign a new int to P, so P now, which was reserved before, will point to this new allocated memory. So I the memory allocated, new int allocated, and hashes it, and it's assigned to P, so P will point to this memory allocated. I will say star P equals to 54, so then I will put 54 in this allocated memory, or pointed by to P. رجعت قلت p equals a new int. طب شو بصير عندي هون لما اقول p equals a new int؟ So a new memory is reserved for an integer. الادرس تبعها رح اعطي لـ p. So p now points to this new memory address. الميموري ادرس القديمة اللي فيها 54 صارت شو؟ ما في ولا شيء بيعمل point عليها لأنه البوينتر هلا صار عم يعمل point على هالنيو ميموري ادرس اللي حجزتها عن جديد using new p. بعمل star p equals 73 so هيدي الميموري ادرس جديدة رح تصير 73 و p points عليها لل 73. بس شو صار بالميموري اللي فيها 54؟ صارت بلا pointer. صارت بلا pointer. طب يجي حدا بيقول لي ايه شو المشكلة صارت بلا pointer؟ هي ميموري so بعدين الفايل سيستم بيقدر يرجع يحجز لي اياها. This memory can be reallocated. لا it cannot be reallocated. ليه؟ لانه بعدها allocated. صحيح it's useless I cannot use it. why? because I cannot access it simply. ما في شيء بيدلني عليها لل 54 لانه البي اللي كان يدلني عليها صار يدلني هلا على new memory 73 وهال 54 صارت without a pointer without a name so I cannot access it so it's useless. however it's still reserved. شو يعني reserved؟ يعني it cannot be re-reserved. it cannot be reserved
again. So imagine in a program like this where you have an array of pointers, and then you change the array, created a new array of pointers, and you changed the pointing direction. So the old array of pointers will be still reserved, will be still allocated. It cannot be used. It's unusable. ما بينعمل له use إلا if it is free. بدي حدا يقول له لهال الفايل سيستم إنه هيدا صار free. So فيك ترجع تحجزه إذا بدك عن جديد. فيك تاخده، فيك تستعمله لشيء تاني. Okay, so if you don't do this, you will have lots of memory leak, lots of allocated memories that are not accessible, that no pointer points to, that are useless. However, I cannot, ما في اكتب فوقهم، ما في استعملهم. So how do I do this? I need to destroy the dynamic variable. I need to destroy it, and this is done using delete. So بعمل delete p. Delete P مش بتمحي البوينتر. Delete P it deallocates the memory pointed to by P. Delete مع square brackets empty pointer. This is to deallocate the array that was pointed to by P. To deallocate the memory. So بيعملها free للميموري. الفاليو ممكن تضل فيها، ممكن تروح، بس بيعملها free. شو يعني free؟ يعني it can be reserved again, it can be used again by the file system. So it deallocate the memory referenced by the pointers p name and str. So here it deallocates the memory. So بتعملها deallocate يعني بتشيل عنا الx انه هاي ممنوع تستعملها، بتعملها free. So في حدا يرجع يجي يكتب فوقها. كمان هون it deallocates الاري، وهون الدي allocates string اللي كان str عمله point. So if I don't use delete مثل هون بيسموه ساعتها dangling pointer. Sorry, after the delete statement the pointer is said to be dangling. شو يعني dangling؟ يعني it does not point to anything. So أنا لأنه عملت delete p، شو عملت delete p؟ يعني الميموري اللي كان عم يعملها point p عملت لها free. خلاص قلت هاي دي فيك تستعملها يا file system. So p no longer points to this memory and p will be named dangling pointer. So بعد الديليت لأرجع to be on the safe side. It's not on the safe side. يعني it's a standard practice. I will reinitialize p to null or to zero. So برجع برد ال p to null or to zero and saying, well, this pointer does not point to anything now. Okay. Any questions? حدا عنده سؤال؟ شوف قدي بعد عنا pointers. حدا عنده سؤال؟ الستوب. شو في اسئله؟ لا دكتور فيش اسئله، بس كتار اللي بندرسهم وعدم يصير اسئله. ايه اوكي يلا. طيب يلا بعد في شيء سبع سلايدات بس كله على البوينترز، يعني مش هحبل حتى بوينترز مع كلاسز، رح خليهم لمرت الجاي. طيب what operations can we do on pointer variables? Okay, I can assign. So في يقول pointer equals to pointer. So بصيروا ساعتها شو من بعد ما عمل assign من شو بصير؟ So إذا p و q تانيتهم pointers to integer variable، بس قول p equal to q. بصير يدلوا على نفس الران. They will point to the same memory address. They can be compared for equality. أكيد two pointers. بس أكيد كون I will be comparing the memory address. إذا كانوا they are pointing to the same memory address. مش I'm comparing the values they are pointing to.
فأنا بس أقول بي إيكول تو كيو، بي إيكول إيكول تو كيو، بدي أشوفهم إذا إيكول، سو بدي يكون الأدرس الفاليو تبع البي إيكولز الفاليو تبع الكيو، بس الفاليو تبع البي هي مطرح ما عم تعمل بوينت، والفاليو تبع الكيو هي مطرح ما عم تعمل بوينت، سو عم يعملوا بوينت لنفس المحل بيطلعوا إيكول. بينما إذا بدي أشوف إذا الفاليوز بوينتد تو باي بي وباي كيو آر إيكول، بدي أعمل ستار بي إيكول إيكول ستار كيو. في أعمل ليميتد أرثمتيك أوبريشن على بوينترز، في يزيد عليهم انتجر فاليوز، في نقص منهم انتجر فاليوز، هلا بقلكم شو بتعمل هيدي، وفي نقص بوينتر من بوينتر. شو بيصير لما بزيد انتجر تو بوينتر؟ مثلا بقول بي هي بوينتر على بوينتر تو انتجر فاليو، بيجي بقول بي بلس 1 او بيجي بقول بي بلس بلس مثلا، اي كان دو بي بلس بلس، بي بلس 1 او بي بلس 2، قلنا نحن اي كان اد اور سبتراكت انتجر فاريبلز تو ا بوينتر. So هون the operation effect تبع it depends على ال type of the pointer. So عمليا بشكل عام the pointer it points to a memory address. إذا جيت عملت p plus one ما بزيد عليها one، بزيد عليها integer times the size of the memory that the points points to. يعني ال integer مثلا 32 bytes. ايه الانتجر سوري ايه 4 بايتس سوري، سو انتجر هي 4 بايتس، سو بوينتر بي بوينتينج تو ان انتجر، جيت ال بي بلس بلس شو بيعمل هالبوينتر؟ بفز 4 بايتس وبروح بيعمل بوينتينج من بعدها، سو ات سكيبس ذا انتجر اللي عم زيده عليه تايمز ذا سايز اوف ذا فاريبل اوف ذا داتا تايب ذات اتس بوينتينج تو. So برجع بيد الاكزامبل، اذا عندي pointer pointing على integer variable or integer memory، memory address اللي بتحط فيها integer، اذا جيت بقول p plus 2، so p plus 2 ساعتها هالpointer بفز عن هالintegر 4 bytes، برجع بفش 4 bytes تانيين وبيعمل point من هونيك. اذا كان integer، اذا كان pointer pointing to a character مثلا، a character هي 1 byte، so بس اعمل p plus 2 بفز بايت وفز بايت تاني وبيعمل بوينت هونيك. So it skips the integer اللي عم زيده 1, 2, 3, 4 مضروب بالسايز of the memory that the pointer points to. So إذا عم يعمل بوينت على integer 32 bytes، عم يعمل 32 bits 4 bytes. إذا عم يعمل or double، يعني I don't have the numbers in my head but the idea should be clear to you. And if it's pointing to a character 1 byte، so when I say p plus 4 so it skips 4 bytes, okay, 1, 2, 3, 4, and then it will point there. So the value, the address, it will be incremented not by 4, it will be incremented by 4 times the size of the type that's pointing to. كمان نفس الشيء بالsubtraction. So decremented integer times the size. Okay, so هاي حكينا عنها, الequality حكينا عنها. P++ P plus 1 حكينا عنها، إذا P pointing to an integer so بتزيد the value of P by 4 bytes، إذا pointing to a double بتزيد by 8 bytes، إذا pointing to a char بتزيد by 1 byte، وإذا pointing to a struct بتزيد حسب size of struct. So هيدي struct student type، هون عم يقول 40 bytes ليه، بدي شوف ال struct شو فيها اللي كنا عم نحكي عنها ال student type. هيها فيها array of characters 26 so 26 بايت، وفيها double اللي هي 8 بايت صاروا 34، فيها integer اللي هي 4 بايت 38، وفيها char اللي هي 1 بايت 39، وبكون في بايت used to determine the beginning and the end of the struct so for synchronization so 40 bytes. اوكي او لا كمان يمكن هيدا ال40 هو النل كاركتر اللي بقلب الاري اوف كاركترز، اذا الاري اوف كاركترز هو 26 it will be ended by null or by a separator that separates the array من الفاريبل اللي وراه. So there is an additional byte هون، هو بيطلع 39 اذا مش معقول، في additional byte so بتعمل 40 bytes. So the pointer على struct إذا بعمل له P++ بيزيد
الفاليو للبوينتر باي 40 بايتس وبيروح بيعمل بوينت على الميموري اللي هي موجوده 40 بايتس بعدها ستراكت. يعني اذا كانوا ستراكتس ورا بعض بيروح على ثاني ستراكت اللي وراها. اوكي واضحه الفكره. دايناميك اريز. So how to create a dynamic array? So بعمل هيك p equals new int 10. It allocates 10 contiguous memory location each of type integer and store the address of the first memory location into p. واضحة. So هون بيخلق لي memory لعشرة integers وبيعطي الادرس تبع أول وحدة ل p. So p ساعتها بتصير point على أول element من هيدا الاري. Star p equals 25. لانه البي بوينتس على اول اليمنت سو ستار بي هي اول اليمنت سو ايكوال 25 بتحط 25 باول اليمنت. صح؟ كيف بدي اعبي ثاني اليمنت؟ بدي اعمل بي بلس بلس لانه بي بلس بلس رح تروح لي رح تفزل لي عنه انتجر سو بتروح لثاني اليمنت. سو بعمل بي بلس بلس بعمل ستار بي ايكوالز بعبي بي بلس بلس. هيدي الشغله مزعجه وبتضيع سو سي بلس بلس بالسنتاكس سمحوا لنا نستعمل نفس النوتيشن. سو سواء كان اري موجود هو اي to access the elements A0, A1, A2, سواء كان pointer pointing to an array, كمان P0, P1, P2. So it's the same notation with pointers to access the elements of the array. So P points to the first element to the array. So P0 will be the first element, P1 will be the second element. So نفس الشيء, مثل كأنه الـ A, مثل كأنه الـ P هو اسم الأري. وبهالحال الـ P بتضلها fixed على أول element. So the value لل P بحد ذاتها هي الـ address تبع أول element بالأري. P0 هي الـ value تبع أول element. P1 هي الـ value تبع تاني element and so on and so forth. A pointer variable can be passed. The pointer variable بحد ذاتها في ابعتها by value في ابعتها by reference. So هذا حتى اللي سأل السؤال يعني هون كمان لازم تكون واضحة لك أكثر. So هون عم ببعت الـ pointer أنا عم ببعت الـ value للـ pointer. هيدا الـ Q الـ value للـ pointer اللي هي وين عم يعمل point اللي هي الـ address لوين عم يعمل point. هون عم ببعت الـ address للـ pointer so مش عم ببعت الـ value للـ pointer عم ببعت الـ address تبعه. اوكي الـ value للـ pointer هي address لـ integer بس الـ address للـ pointer هي الـ address تبعه. so المفروض تكون واضحة لكم شو الفرق بين هاي وبين هاي. both are fine be inside a function I can send a pointer هو by value value تبعه اللي هي address لشي تاني or I can send the pointer هو by address so I can send the address of the pointer حد زر. so this is the syntax int star address of the pointer. so هون شو بتصير هيدي ال function فيها بما انه q is sent by value صح I cannot change the value of Q. ليه؟ لأنه عم ببعت أنا copy عن ال value of Q. في غير ال value pointed by Q. ليه؟ لأنه أنا متى ما بعت ال value لل Q هون صارت ال value لل Q هي address على memory. إذا بيجي بعمل star blah رح تروح على هيدي الميموري سو رح غير ال value pointed by Q. بس ما بقدر غير ال value تبع ال Q. بينما P I can change the content of P. يعني بغير وين البي عم تعمل بوينت خليها تعمل بوينت لمحل تاني بينما هون الكيو ما في خليها تعمل بوينت لمحل تاني لانه انا بعتها باي فاليو اعطيت الفاليو لقلب الفانكشن سو الفانكشن ما فيها تغير الكيو بس فيها تغير الستار كيو. ليه؟ لانه اعطيتها الادرس سو بتستعمل هذا الادرس لتغير وين الكيو عم تعمل بوينت بتغير الفاليو بس والكيو بتضلها تعمل بوينت على هيدا النيو فاليو. A function can return a pointer. So return في يكون pointer. So the function فيها ترد لي an address. فيها ترد لي a pointer. A pointer variable. اوكي. حدا عنده سؤال؟ يلا بس سؤال. ايه تفضل. ال double star p مثلا مش هي ذاتها كفكرة مثل ال star هذا ال and p؟ عاد لي ارجع. إذا كان في عنا مثلا end star star p. وين تستار هيدا الـ AND P مش كفكرة هني ذاتهم أو كريزلت يعني هني ذاتهم لا 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 هيدي هون I'm sending the address of P انت ستار ستار P so P بحد ذاتها أصلا هي غير نوع variable هيدا الـ variable اللي هون P هي pointer to an integer
هيدي البي اللي هون هي pointer to an integer. هديك البي هي pointer to a pointer to an integer. So two different types. هاي أول شيء. منو نفس ال variables. هونيك عم ببعت ال address تبع pointer. هون عم ببعت ال address تبع pointer. So كlogic عم ببعت نفس الفكرة بس منو نفس ال variables. فهمت كيف؟ يعني هونيك البي منا مثل هاي البي. هيدي البي هي pointer to an integer. هونيك البي هي pointer to a pointer to an integer. مزبوط. So هونيك لما ببعت الفاليو للبي عم ببعت الادرس تبع pointer لانتجر. هون عم ببعت كمان الادرس تبع pointer لانتجر. بس بالميموري غير بعض. يعني اذا بدك الكاليفيكاسيون تبع شو عم ببعت هي ذاتها. بالمحلين عم ببعت الادرس لpointer لانتجر. بس هون البي points to an integer. هونيك البي points to a pointer to an integer. اوكي اوكي ما انا كان فكرتي بس اذا نفس الريزلت عم يطلع ولا لا. ايه مش نفس الريزلت نفس الكاليفيكاسيون. ايه يعني نفس اذا بدك تشرحها نفس التوصيف. اوكي ماشي. بس بالميموري هن غير بعض يعني غير نوع فاريبلز. اوكي شكرا. اوكي اخر فكره هاو تو كرييت ا دايناميك تو دايمنشنال اري. هيك بخلق دايناميك الاري 1 دايمنشنال. سو هيدا بورد هو بورد اوف 4. ايه سو هون هيدا البورد اوف 4 هيدا اري اوف بوينترز. انتبهوا بورد اوف 4 هو اري اوف بوينت. يعني الاليمنتس تبعه لبورد بورد 0 بورد 1 بورد 2 بورد 3 هن بوينترز. كل واحد بيعمل بوينت لانتجر. سو بعمل لوب وبيجي بقول ساعتها والله بوردز اوف رو يعني بوردز اوف 0 بخلق لهم قبيله 6 انتجرز. بورد اوف 1 بخلق له مقابله بيعمل بوينت عليهم. سو ساعتها بالكاس عندي 2 دايمنشنال اري اللي هن قد 4 رو 6 كولوم. واضحه الفكره؟ واضح هون ليه خلق كيف خلقت 4 رو 6 كولوم. الروز هن هودي الاربع بوينترز هيهم اللي هن اسمهم بورد الرو يعني كل رو البوينتر على الرو. وهون عم بخلق الرو اللي هو مؤلف من 6 اليمنتس. سو صار هيدا البورد تبع 0 pointing على 6 elements و board of 1 pointing على 6 elements. وصار عندي 24 4 رو 6 كولوم. سو كيف بوصل على تالت value بأول رو؟ بعمل board of 0 وindex 2 عادي مثل كانوا عم بيشتغل 2 dimensional array. board of 0 هو أول array وتاني index 2 بيطلع عندي تالت element لأنه عم بلش بالزيرو. بس هيدا منو real dynamic array. ليه منو dynamic array؟ لأنه number of columns اللي هون حطيته وين؟ هاي مش هيدا sorry number of rows. هيدا اللي حمل number of rows تبع الاري تبعي حطيته بالcompile time منو بالexecution time. هون عم بصير بالexecution time. سو هيدا منو really a dynamic two dimensional array. هيدا عم نلف يعني عم نضحك على حالنا. ليه؟ لأنه أنا هذا number 4 it was reserved during compile time. So compile time صار static. So 4 حجزتهم أنا قبل ما بلش الـ execution. حجزوا قبل الـ execution. أوكي هودي عم نحجزوا بالـ execution بس the array of 4 pointers it's reserved before execution. So it's not a real two-dimensional array. Dynamic two-dimensional. A real dynamic two-dimensional array it needs a pointer that points to a pointer that points to an integer. So board is a pointer to a pointer. البورد هو pointer والستار بورد هو pointer كمان. الفاليو اللي بورد عم يعمل لها point هي كمان pointer. So board can store the address of a pointer or array of pointers of type int. Okay, لأن هو it's a pointer of type integer. So في يكون الكونتنت تبعه هي الادرس تبع بوينتر او الادرس تبع array of pointers. نفس الشيء كيف البوينتر تو ان انتجر في يكون بوينتر على انتجر او array of integers. البوينتر على بوينتر في يكون بوينتر على بوينتر او بوينتر على array of pointers of type int. اوكي وهيك بتصير. سو اول شيء هون عم بخلق dynamic. سو here I'm creating an array of 10 pointer integers. عم حطهم ببورد. ما بورد هو pointer على pointer. So it can be a pointer to an array of pointers. So هذا الarray of pointers. العشرة.
اسمه بورد، وكل واحدة منهم هي array of 15 integers dynamic. So هون بكون خلقت my 10 rows 15 columns array in a dynamical way. اوكي وبمين سهلة، once I create my integers بقول له اعطيني الروز، هيدي حسنت الدايناميك اري. سو اي كان ريزيرف ابون ذا يوزر نيد، بالستاتيك ما في، بدي ايش احط له من اول الطريق انت بورد ايكوال تو انت بورد 10، اي نيد تو كرييت 10 اليمنتس، 10 اليمنتس اند ذاتس فيكست. هاوفر ان دايناميك ات ديبندز اون ذا يوزر، اف ذا يوزر نيدز 10 اي ريزيرف 10، اف ذا يوزر نيدز 10 by 20 I reserve 10 and 20. So it's dynamic. So you can tell the user to give you the size of the array. And then you can reserve upon the size not reserved before. So هون ما في داعي والله تيجي تحط limit 100 وتقول هو راح يستعمل أقل من 100 أو حط limit 1000. قد ما كان whatever the limit is you can reserve your array. So you reserve an array of pointers to integers. So array of pointers to integers لهني هاود رح حدود لعدد الروز. بعدين كل واحد من هول pointer اللي بقلب هيدا الاري لهني board of 0, board of 1, board of 2, board of 3 لعند board whatever the user دخل، كل واحد منه لهال pointer it will point to an array of integers كمان اللي هو بيكون حسب عدد الكولونز. So بيطلع عندي عدد rows pointers pointing to arrays لهن رح يمثلوا عدد الكولونز، بيطلع رو باي كولونز، بيطلع عندي 2 دايمنشن الاري. هلا هون استعمل فانكشن اسمه فيل ليعبيه، هون فيل معرفه بتكون هون، يو كان ريد ات اون يور اون، الفيل والبرنت، واذا حدا عنده سؤال باللي عنه. سو هاي كيف بتعبي 2 دايمنشن الاري، ببعث له البوينتر، ببعث له الرو سايز والكولون سايز وبعبيه، وهون البرنت كمان ببعث له البوينتر الرو سايز والكولون سايز وبطبع. وما في شيء بيختلف من بعد ما اخلق الاري، خلاص كيف بعمل اكسس للالمنت، شو اسمه الاري؟ اسمه بورد، البوينتر على الاري اسمه بورد. سو الالمنتس هن بورد 00، بورد 01، بورد 02، بورد 03، بورد 04، بورد 11، بورد 12، مثل اي اري عادي ما بيتغير. اذا بتشوفوا هون البرنت هي بي رو كولوم، البي هو البارامتر اللي بعته، يعني هون اللي هو البورد بعته اس بارامتر البارامتر اللي بقلب الفانكشن اتس بي، then the name of the array اتس بي. اوكي دكتور، هون بس بالكولينج للانت ستار ستار بي كيف بتصير؟ هيا تبعت بورد تبعت البوينتر عادي اللي عندك اياه، تبعته اس بارامتر، وهون اول بارامتر هي pointer to a pointer to an integer. so بيجي هيدا عم تبعته هون by value، so بيجي هيدا ال value تبعه بيعطيها لل p، بتصير ال p pointing على array اللي كان عم يعمل له point board. so بس تعمل cn تكون عم تعبي ال values تبع ال array اللي هن ب main، لانه هيدا ال p عم يعمل point عليهم لل array اللي ب main. اوكي طيب اوكي طيب خلص رح وقف هون، يعطيكم العافية. يعني هودي المفروض اخدينهم، هيدا ريفيو تقروها قبل محاضرة الجاي، اذا عندكم اسئلة بتسألوني عنه مرة الجاي. اوكي لانه مرة الجاي بدي ادخل بوينترز مع الكلاس، لازم تكونوا استوعبتوا البوينترز لحالهم مزبوطين هيدا الريفيو لحتى ندخلهم مع الكلاس وما تلاقوا مشاكل. ماشي الحال؟ ماشي الحال، يعطيك العافية دكتور. طيب يعطيكم العافية، يلا بشوفكم تنين الجاي. وقف الريكوردينج. يلا وقف.